القصر العيني الى اي مدى الدور اللي بتقوم به خدمه للمصريين في مجال الصحه هي كليه طب القصر العيني اقدم كليه طب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا احنا داخلين على 200 سنه بتضم حوالي 14 مستشفى عندنا اكتر من 5000 سرير اكتر من 156 اوضه عمليات اكتر من 600 سرير عام مركزه وحوالي 100 محضن عدد المرضى المترددين يوميا على الحيادات الخارجية سواء في المانيل أو في مستشفيات الأطفال بنوصل تقريبا لحوالي 15 ل 20 ألف إحنا عندنا إجمالي المرضى المترددين على مدار السنة بنقرب ل 2 مليون طبعا في جميع التخصصات أو في جميع, جميع التخصصات في جميع التخصصات إحنا عندنا كل التخصصات العامة والدقيقة تمام المؤسسه الطبيه هذه ليست فقط مجرد مؤسسه بتقدم خدمه علاجيه انا اقصد انه في جانب بحثي او علمي او اكاديمي مش كده برضه لان احنا كليه آه يعني مش احنا بالاساس نعم. كليه فالكليه مم. بتضم طلبه في مرحله البكالوريوس وطلبه دراسات عليا تضم بحث علمي وخدمه مجتمع وخدمه مرض فهي عمليه مجتمعة لان التطور الطبي او خدمه المريض لا يقتصر على مستشفى وطبيب مم. ولكن ده بيسبقه اعداد للطبيب سواء هو وهو طالب او هو خريج او هو باحث وازاي يقدر ينقل خبرته دي اللي اتعلمها وهو طالب وهو خريج دراسات عليا معانا انها تترجم لخدمه صحيه جيده على مستوى المستشفيات بتاعتنا وعلى مستوى الخدمه الصحيه كلها في مصر وعلى مستوى الخدمه الصحيه حتى لما بيخرجوا يمثلونا بره لكن الاصل لان دكتوره يعني ليه أه ليه مردود ايجابي في ذهن المصريين يعني حتى الحقيقة ربنا أوه. يمتع كل الناس بالصحه <applause> والعافيه لما بيتقال ان هو راح القصر العيني بيبقى فيه نسبه من الاطمئنان الى مستوى الخدمه المقدمه او مستوى الرعايه يعني عايز اقول لحضرتك أه. ان احنا معظم الوقت المريض بيكون جالنا بعد ملف آه. واحنا ما بنعتبرش كمان رعايه صحيه من اللي هي ثلاثيه اللي هي الأولية والثانوية والدرجة الثالثة. إحنا بناخد المريض في العادة الخارجية، بناخده في المترددين في الأقسام العادية وبناخده في الرعاية المركزة. ايه لو حضرتك تمر معايا في الطوارئ تشوفها في عين المريض. يبقى المريض داخل في عينه حاجة واحدة أنا لفيت وتعبت ماليش مكان غيره. فدي مسؤولية. في مساحه من الثقه حقيقي في اه في الحقيقة فيما قدم في القصر العيني ويمكن م. لما بيقولوا لنا ساعات ان في ضغط كتير وساعات بننتظر ما هو ده معناه اقبال، اقبال المريض ده معناه ان في درجه عاليه جدا من الثقه بتكون موجوده وسط المصريين وبتسمعها بقى من قرايبهم لا ده انا لما لفيت قوي كلموني قالوا لي طب روحي العصر العيني م. ان شاء الله ربنا هيكرم وتخف. م. فهي الثقه موجوده مع الشعب و دي عندنا احنا بيبقى مسؤوليه اكبر علشان ان شاء الله ربنا يوفق دايما واللي يطلب الشفاء ربنا يعني يساعدنا ان احنا نساعده فيه. ان شاء الله، لكن يبقى السؤال اللي هو التقليدي انه الى اي مدى في تحديات او مشاكل؟ هاي برضو فكره التمويل او الماده آه بتمثلكم عائق او تحدي ممكن في بعض المجالات؟ بص هو التحدي الاساسي انك عايز تقدم خدمه عاليه جدا. في تحديات طبعا بتؤدي ان ده محطك تحت ضغط، انا نفسي اللي يجي القصر العيني يشعر انه خد خدمه عاليه جدا مجانيه زي ما احنا بنعمل وفي الوقت المطلوب. تمام التمويل دايما بيشكل عائق قدام اي مؤسسه كبيره زي بحجم القصر العيني، ولكن برضو انا بحب دايما اكد ان الدوله بتدعم بنسبه كبيره جدا واحنا المره دي جالنا السنه دي جالنا دعم مرتين لدعم لل للمستلزمات والكيماويات والادويه ولكن يبقى المجتمع ده دعم الدنيا. غير حكومي ولا حكومي؟ دعم حكومي امم بص هي تقريبا في رينج الحكومه بتدينا من 70 ل 75% المجتمع المدني مشكور بيساعدنا من 20 ل 25% امم والحقيقه ميزه المجتمع المدني انه مجتمع واعي يعني احنا لما بنقول لحد احنا محتاجين تبرعات بقوا واعيين يقول لي طب معنى ده اللي عايزاه طب اولوياته ايه مهم قوي المانح يكون واعي بس هو, بس هو برضو المنح هنا مبني على ارضيه الثقه اللي حضرتك اشرت اليها ان هو عارف أنه المكان ده بيقدم فعلا خدمه حقيقيه للناس واحنا بنوفر كل العوامل اللي تؤدي لثقه المتبرع يعني لازم المتبرع يشعر في الاخر ان اللي تقدم بيه لينا هو فعلا اللي في الاخر وصل للمريض بالدرجه اللي هو يرضيها دي